تعالى قول لي بقى، لو انت هتطبخ للشخصيات الاتيه ماذا تطبخ لهم؟ طبخت لكم قبل كده وقت كنت نسيت. احنا ولاد بيسيبك من انا هكلمك عن شخصيات زي ام كلثوم بقى ورؤساء جمهوريات وحاجات كده، تطبخ لهم ايه يعني من احساسك بشخصيه الشخص ده؟ هقول لك تطبخ له ايه. ام كلثوم الشركسيه مثلا. صح ده. ايوه انت كده فهمت اللعبه. انت فهمت اللعبه. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب يعني هي حاجه بالسمسم او جبنه فيتا. حاجه يعني حاجه لازم يبقى فيها قيمه غذائيه عاليه. زكي باشا رستم. ده انا لو طبخت له وحش ممكن يضربني. مظبوط. زكي باشا رستم لازم تجيب له مثلا ايه، سمك اللي هو الصغير ده اسمه بربوني. بربوني تجيب له بربوني حجر. اسمه كده حجر، اسمه نوعه اسمه بربوني. حجر. زكي باشا رستم. حلوه الفكره دي. انا اصلا عايز اكل بربوني حجر ده. انت رائع. سخنتني. ماشي. شيرين عبد الوهاب. طعميه بالبيض. اللي هي بتفيه طعميه كده. اللي بتتعمل العجه الحلوه ديت ونقعد ناكلها بقى وبصل اخضر. يسرى. يدي يسرى نعمل لها ايه؟ ريزوتو. ريزوتو. ماشي. عنبه. انا ما اعرفوش. وانا اعرفه بس مش عارف اكله ايه. شكله ما بياكلش قوي. تمام. شكله انا شفته في التلفزيون. بس هو شكله سفيف كده. سبب حبه جميل. لهم الجيل الجديد بتاع تعمل له ايه يعني؟ سندوتشين. شاورما. شاورما كايزر كمان. كايزر كمان. لهم عشان خاطر يلحق. ايوه مش هيقعد ده ياكل وجبه زي وجبه وبتاع كده. خلص. ماشي. محمود الخطيب. باشا سكالوب بانيه مع مكرونه بولونيز. يا سيدي ده محمود الخطيب. يا سيدي. والحاجات بتاعت النوادي دي برضو بقى. أوكي. الاسكالوب ده بتاع النوادي. اوكي. ايوه انا بحب الاسكالوب بتاع النوادي. وتلاقي حته لحمه كبيره قوي وطعمه حلو زي الفل. ما تعرفش هي لحمه ايه بس هي كبيره. ومش غالي دايما يعني الاسكالوب. ما تفهمش مش غالي. جبتوا اللحمه دي منين؟ عشان كده بس هو عدت معانا يعني ما اذناش. عمرو دياب. سوشي على طول. ده ما بياكلش. تعرف ان عمرو دياب ما بياكلش لحم. بياكل اسماك وخضروات حافظ على نفسه بسم الله ما شاء الله يعني. ايوه اوكي فده بيحب السوشي عمرو جدا. مين ما يحب السوشي؟ لا في ناس ما تحبوش خالص. لا انا انت عارف انا ما اكلش اي حاجه رو في السوشي. انت مالكش في الحاجات اللي هي السلمون والبتاع. اي حاجه سموكد انسى. لا انا بحب ده فاهم. من الفسيخ للرنجه للسلمون. يا راجل كل ده حاجات دي جميله. الرنجه يا جمال الرنجه. انا من الناس اللي بياكلوا مكرونه وفراخ بانيه في شم النسيم. عارف الناس دي؟ لا شم النسيم اللي هو العيله كلها بتاكل فسيخ وانت لوحدك جايبين لك طبق كده عاملين لك حاجه مع نفسك. تاكل هند رستم ايه؟ بيكاتا شامبينيون. اموت انا دي لو ما بصيتش يعني. دي لو ما بصيتش هعمل لك مشكله. لا دي هند هاني. بيكاتا شامبينيون. ولازم قبلها تجيب لها اورديفر. ايه هو بقى؟ سلطه مشروم بالزبوب. اللي هو الصغير ده. في زبوب كده اللي هو الشامي ده اللي بيتحط على. تطبخ ايه ليحيى الفخراني؟ دكتور يحيى الفخراني بيحب الكنتاكي. بجد؟ انا عملت معاه مسلسل قبل كده. أيوه. يحب الكنتاكي الصدور. انا لما سالت بقى السؤال ده قلت لهم لحمه راسه وحركات كده. انا شفته بياكلها وبيحبها. انا اكيد. لا اكيد هو اكيد كبير طبعا. واسمع ان زوجته بتطبخ حلو قوي. اكيد. مدام لميس تطبخ حلو بتقرا حلو بتتكلم حلو. بحبها. تطبخ ايه البدريه طلبة؟ كشري. طب انت قفشت ليه؟ كشري على طول. حرام عليك معايا. ايه وعليه البتاع الدقه بالثوم كده. ثوم كتير. فحلو اصلا. وحلو. ماشي. محمد ابو تريكه. لا الرياضيين دول بقى تعمل لهم حاجات من العكس بقى. بوظ له. هو محروم اصلا طول السنه من الاكل الطبيعي. بوظ له. ده انا هقول لك بعدين محمد صلاح. هقول لك حاجه هتاكل الاثنين ايه. يلا فته بالموزه. يلا ايه بالظبط كده. بوظ لهم الدايت. بوظ الدايت. ماشي. نرجع للهيافه. دي وعدك الهيافه قوي قوي. احنا مش عايز اتكلم جد. انا مش عايز اتكلم جد. لو انت بتطبخ قلت لك انا بقى كنت نوال وقلت لي سوتين. قلت لي سوتين. لو هتاكل بقى سيد رجب. حواوشي. محمود ياسين. عكاوي. يحيى الفخراني. لا مساعد يحيى الفخراني تاكله ايه؟ شيش طاووق. وانت ما عملتلوش بقى لا ملوخيه ولا طبعا ما دام المساعد ده انت عنصري. ماشي. انا تاكلني ايه؟ لو انا جعان قوي قلت لك انا جعان وانت ما تعرفش قوي يعني ذوقي في الاكل لسه. انا اكلك ملوخيه. مين اللي عاملها؟ انا اللي عاملها.
انت تعملها؟ اه لا لا اه بتعرف تعملها لا يعني من كتر ما انا بقف سنين مع مراتي بتعملها فلحد ما يعني شكلك بتقف تعمل الشهقة بس لا 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 بجد اه والله تأكلي ملوخية وايه جنبها؟ ملوخية وبتاع ده هو و طبعا في شوية عيش لا لا وحمام حمام محشي بس ما اللي عملت ليه كده بقى؟ شوف عشان عشان رقابيا ده مش حلو انت انا بعشق الحمام محشي والله بص انت اللي بتوديني الاباحه انا بتكلم في الاكل حمام محشي يا راجل ماشي يا اخويا حمام محشي وملوخيه انت هتبسطني كنت الاكله دي تبسطني تستاهل الدنيا كلها عمو لا يعني الاكله دي تبسط ربنا يخليك الاكله دي تفرحني طبعا في شويه عيش مفقع بس اللي هو اللي بيبقى منفوخ ده ورز حبايه وحبايه ده طبعا مهم اه طبعا اموت انا طبعا لا حلوه استاذ حلوه سمعه نجحت هطلب لك الشيك لو بتاكل محمد حسني مبارك هتاكله ايه تدون فراخ بني وسوتيه هتأكل رئيس الجمهورية فراخ بني وسوتيه ده لو ابنك يوم شم النسيم اللي هو ما بياكلش فسيخ ده هو اللي بنعمل له مكرونة اولا اقول لك حاجة انت لما قلت لي الرئيس انا من لبختي مش عارف اكله ايه فمح تعمل له حتة فرخة وسلطة وفراخ مقلية كمان بالزيت لا لا عشان تعمل له حموضة وهو بيتكلم في الخطاب لا انت مينفعش تطبخ للرئيس مش تطبخ خالص خليك مع الفنانين لا رئيس ولا غير تطبخ ايه الحسن شحاتة لو عايز تاكله حاجة تبسطه اطبخ ايه الحسن شحاتة حمام ومحشي حمام محشي ومحشي ايه الاتنين مع بعض ورق عنب لازم يشبع ماشي اصل انا بس عاده ما باكلش الحاجتين دول مع بعض الا لو في عزومه كبيره فتلاقيني يعني اعتبرها عزومه بصراحه حقه ويعمل كريم جاي وفي ناس جايه يعني فاهم لا وكابتن حسن ما شاء الله ما هياكل كابتن حسن صح تاكل ايه لابراهيم سعيد هي حاجه سبايسي يعني هنشوف اكتر حاجه حراقه صح اكتر حاجه حراقه موجوده وانا بحبه والله طبعا جميل تطبخ ايه الشيكابالا بما انك يا راجل عنصري بتحب البيت بس لازم طبيخ ولا ممكن حاجه حلوه اللي انت عايزه الشيكابالا ممكن برمضان بقى وكل سنة وانت طيب كنافة بالمانجا مثلا أوكي. حاجة كده في اللذاذة لو الناس بقى اللي انت قلتيهم دول اللي انت قلتيهم دول هتطبخي لهم حاجة هتطبخي لهم ايه مكرونة بشاميل اوكي سهلة او ممكن لا ممكن مثلا بجمعهم انا في اول يوم رمضان اعمل بط وملوخية ورقاق بقى بالظبط لو هتجمعيهم بط وملوخية ورقاق وبتعمليه حلو بجد الاناناس ماله بيسلم عليكي وبيقول لك انا شبه مين دي يسرى يا روحي مع ان الاناناس يكاد يكون يعني تحسيه بره كده خشن وهو من جوه حلو فهو هل يسرى تحسيها من بره خشنه وهي من جوه حلوه ولا انت مفكرتيش فيها كده لا انا مفكرتش فيها كده انت فكرت فيها في الاناناس وهو الاناناس ومسكر الاناناس لذيذ السبيت انا بجد عشان انا بحبه قوي وشبهه يا روحي بتمر رجلين